فتحي عبد السميع ابو مليونير. عارفه، انا حافظ اسمه لسببين. اولا لان اسم والده على اسم المرحوم والدي، ثانيا هلعب معاهم الخميس الجاي على بطوله الكليه. بوكس؟ ايوه. وليه اخترت الرياضه العنيفه دي؟ بحبها. غريبه، مع انك هادي قوي مش باين عليك العمر. يمكن. عن اذنك احسن محاضره بوكس. اتفضلي. مدمازيل ألفا، اولا صباح الخير. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه ولو فيها رزاله، كنت عايز استلف منك دفتر محاضرات الاستاذ محمود. اصل المحاضره اللي فاتت فاتتنا. اللي فاتت بس؟ هو انت حضرت له ولا محاضره؟ اصل الحقيقه اليومين دول كنت مشغول شويه في التمرين عشان بطوله الكليه. اظن صاحبك قال لك على الماتش اللي هيحصل بيني وبينه يوم الخميس. صاحبي؟ قصدك زميلي. احنا كلنا زملاء. طيب بالمناسبه دي مش هتحضري الماتش بتاعنا؟ اتفرج عليك وانتوا بتضربوا بعض. ودي فرجه حد يسيبها؟ ان شاء الله، عن اذنك. اتفضل. جبت منين الكلام الحلو والادب اللي نزل على جدتك وانت بتكلمها؟ مش قلت لك كل واحده ولها طريقه. دي بتحب تحترم نفسها. هنخس حاجه لو نحترمها؟ لا يا اخويا نحترمها. احنا ورانا ايه؟ الولد اللي قصاده. اعمله كده راح من اول واحده بالشمال ومديله واحده باليمين واحده ثانيه بالشمال. لا يا ربي، اثنين بالشمال كده اهو. لا 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 لا، اداله باتنين يمين كده اهو، مديله كده اهو. انت بتعمل ايه يا بابا؟ بتتمرن؟ اديني القبله. اديني فلوس. ايه فلوس؟ ده ايه يا ولد؟ ضيعت مصروفك ولا ايه؟ من زمان يا بابا، من زمان. وعايز كام؟ عايز 5 جنيه؟ لا لا لا، 5 جنيه ايه؟ عايزين 5 بنقطه. انا سمعت على الموزه بنقطه، انما الخمسه بنقطه عمري ما سمعت عليها. مش تخليك حد يا بابا، عايزين 50 جنيه. 50 جنيه؟ لا لا لا، وده معقول الكلام ده؟ بلاش، خليهم 100. 100؟ اه. لا وعلى ايه؟ خد ال 50 اوفر. 4 5. ما شاء الله. شاكرين قوي يا بابا، صباح الخير. طب خليك قاعد معانا حبيبي شويه. لا ده انا لازم اروح احتفل بانتصاري الليله. يعني كان لازم يا ابني اللعبه المهببه دي. هي دي اللعبه الوحيده اللي بنفس فيها على روحي. معرفش ليه اعصابي بترتاح لما بضرب واحد منهم. وكنت بتلاعب مين يا ابني النهارده؟ واد غني، حلت امه وابوه. عنده كل حاجه ناقصاني. وانت ايه ناقصك يا مظلوم؟ ناقصني اب يصرف عليا بدل ما انت طافحه الكوته. ناقصني ام ارجع الاقيها في البيت بدل ما استناكي لما ترجعي من المصنع. ناقصني لبس. ناقصني اكل بدل العلف اللي احنا بناكله ليل ونهار. انا خلاص قربت انهق من كتر اكل الفول. وهو ذنبي يا مظلوم؟ ومش ذنبي انا كمان. أنا ما عملتش حاجة في دنيتي. أنا مش حاسس بطعم الدنيا. أنا خلاص كرهت العيشة دي. وأنا اللي كنت بقول عليك عاقل. النهاردة وأنا بلعبه أبوه كان قاعد يتفرج. كان بيحمسه عشان يخلص عليا. كنت حاسس زي اللي داخل امتحان وما معاهش قلم يكتب بيه. كنت حاسس إنه أحسن مني. أيوه، ما دام أغنى مني يبقى أحسن مني.
بكره تبقى احسن منه الف مره يا مظلوم. بكره؟ انت فاكراني هرجع للهم ده تاني؟ احنا مش وش جامعه يا ماما. انا من بكره مش رايح الكليه. سامعاني؟ مش رايح الكليه. انت بتدوري على حاجه قلتك؟ لا ابدا. طب ما تتفضلي معانا. متشكره. هو مظلوم ما جاش النهارده ولا ايه يا جورج؟ لا يا ابني، من يوم العلقه اياها ما عتبش الكليه. بس يا بتوالى. مش قلت لك واقعه فيه قوي؟ ده متهيألك. عنوان مظلوم يا ستي 8 شارع تاج شبرا. متشكره قوي. العفو. هنا ايه عندك منى؟ ألفت، انت عاوزه ايه مني؟ عايزه اقف جنبك يا مظلوم. انا مش محتاج لحد يساعدني. حتى ولا انا؟ انا مش عايز حد يعطف عليا. سامعاني؟ مش عايز حد، مش عايز اعرف حد خالص. حضرتك والدته؟ ايوه. انا ألفت صبري، زميلتي في الكليه. اهلا وسهلا يا بنتي، اتفضلي. الله، ده انا نفسي في الفول بشكل. ارجوك كفايه بقى. الله، عيب يا مظلوم. مش كده، عندك كده يا ماما؟ في واحد يستقبل ضيفه في بيته بالشكل ده؟ هو فين بيتي ده؟ ده بيت؟ ده زريبه. اتفضلي روحي على الفيلا بتاعتكم قبل الزريبه ما توسخي. ما يصحش كده يا مظلوم، اتفضلي. اسكتي انت يا ماما. انا ما كنتش اعرف انك حكوت بالشكل ده. ادي انت عرفتي. على كل حال انت اللي هتخسر. هتخسر شبابك ومستقبلك. انا حر في نفسي، انت مش وليه امري. هتندم على كل كلمه بتقولها يا مظلوم. انا مش عاوز شفقه من حد. مش عاوز حد في الدنيا يعطف عليا، مش عاوز اشوف حد خالص. انت بتقتل حاجة كبيرة في نفسي بالنسبة لك يا مظلوم. أرجوكوا سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، حرام عليكم.